مهرجان الحب الفالي عدن رقم 7. هذا السابع فعلا، لكن الأول في هذا الموقع الجميل تحت قلعة صيرة وقبل شمسان يحمي من حمل القلب. المهرجان يقام سنويا في 14 فبراير أو في ما يقارب، يعني في وسط شهر فبراير، مناسبة لنعبر عن حبنا لمدينة عدن. طبعا الناس كلها تقول عيد الحب، أو عيد الحب لكن لعدن، فالناس كلها هنا تفرح، الناس تشوف حاجات حلوة في عدن. لما تتكلموا معنا مهرجان عدن بصراحة كلهم ينبسطوا ويحبوا يجي يشاركوا، حتى لو كانت معهم ظروف عمل وكذا، لكن يحاولوا يجوا. عدن مدينة التعايش، عدن مدينة الحضارة، عدن تلفظ أي شكل من أشكال التطرف، وهذا المهرجان يؤكد على هذا الكلام. حقيقة هي دعوة أيضا بصفتي مسؤول لمكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بالمحافظة أن يعطى لمثل هذه الفعاليات من قبل السلطة المحلية ممثلة بقيادة الأخ المحافظ أحمد حامد الأملس، التي يعني يبذل جهود كبيرة في إعادة الصورة الجمالية لعدن ومن إقامة مثل هذه الفعاليات. عشان نفرش الجهاز أخو رجال متأخرين. يا الله أبو Thank you.